يا صباح الخير لكم عن جديد مشاهدينا. رح نحكي اليوم عن الظواهر الفلكية اللي تعددت بعام 2023 وكان لها تأثيرات عديدة. رح نحكي عن أبرز هالمحطات وأيضا بالإضافة لأبرز الظواهر الفلكية اللي رح تصير ب 2024. كل هالأمور رح يخبرنا عنها الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك رشا. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. صباح الخير دكتور. ينعاد عليكم بكل الخير والصحة. عم نودع 2023 وكان في مجهود جدا خلينا نقول جبار من الجمعية بظل الظروف يلي مرقت، وشفنا ظواهر كتير حلوة. صحيح. صرنا قديش حكينا عن الشهوب، قدي حكينا عن الأمنيات، قديش كان في تجمعات للناس بظواهر جدا كانت جميلة بال 2020. خلينا هيك نستذكر بعض الظواهر اللي مرقت معنا. تمام. 2023 حمل للجمعية الفلكية السورية إنجازات مهمة جدا، منها استمرارها بوجودها بالاتحاد الدولي للفلك، نشاطات مميزة جدا، ما ننسى الكسوف الجزئي اللي مر ببلادنا. صحيح. ورصدناه وكان في رصد شعبي كبير، يعني عدد كبير كتير من الناس اللي شاركت. إضافة لهالشيء كان عنا كوكب المشتري والزحل اللي لهلأ طالعين بالسماء ومرئيين بالعين المجردة وبالتلسكوب أروع. يعني عام 2023 حمل فرصة أنه يكون رصد كوكب المشتري وكوكب زحل بعد غروب الشمس مباشرة، كانت متعة ما بعدها متعة. 2023 يمكن إذا بدنا نحط العنوانين رئيسيين إلى العنوان الأول حيكون وضع الجمعية الفلكية السورية مع الزلازل، ونذكر الحادثة إن شاء الله ما بتتكرر بإذن الله تعالى، وعلميا لن تتكرر لفترة طويلة. الزلزال اللي صار بست شباط واللي أخذ منا أعباء وعمل كتير كبير. صحيح. إضافة لهالشي النقطة الثانية اللي ندقق عليها اللي كان محور عمل 2023 هو الاحتباس الحراري اللي هذا مخوفنا أكثر. الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وظاهرة النينو يلي تراكبوا مع بعضهم البعض وصلونا لهون. يعني انتهى من كم يوم وكنا بالشارقة حتى مشان موضوع المناخ، مشان موضوع علوم الفضاء والفلك وتكنولوجيا الفضاء والفلك في خدمة المناخ. المؤتمر انتهى وطلعوا بشعار كتير مهم أنه نتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، ولكن هذا الشعار أمنيات فعليا على أرض الواقع لن يتحقق. يعني لا الطيارات حتقدر توقف بدون وقود أحفوري، تقدر تمشي بدون وقود أحفوري، لا السيارات، عدد السيارات على الكهرباء كتير قليل بالعالم، استخدام الطاقة الشمسية قليل بالعالم، المعامل لا يمكن أنه تتحول عن الوقود الأحفوري. الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر ملوثا للمناخ لهلأ ما عندها ولا بادرة بتحويل معاملها للطاقات البديلة. طيب النتائج عم نشوفها اليوم، مبارح تحديدا رشا ليلى، أستراليا اللي هي تعيش الآن بفصل الربيع تعاني فيضانات، عواصف عنيفة بالأرجنتين، نستذكر ليبيا. صحيح. فيضانات ليبيا. طيب هذا كله عم يعطينا مؤشرات على الشيء اللي عم يحدث اليوم واللي عم ياخذ مجهود منا، كان مجهود كتير كبير في عام 2023. 2023 و24 و25 يمكن راح يكون محورنا الاساسي تاثير الاحتباس الحراري وظاهره النينو على بلادنا وعلى العالم بشكل عام. ولكن رغم هيك كان عندنا نشاطات رصديه ممتعه جدا، مشروع الفلك الصغير اللي تطور وصار فيه اعداد كتير كبيره من الاطفال، موضوع نشر العلم والتدقيق على نشر علوم الفضاء والفلك ببلدنا. بلدنا عندنا أمجاد بعلوم الفضاء والفلك كتير كبيرة، وفعلا لمسنا هذا الشيء من الناس. حب لعلوم الفضاء والفلك بيخلينا نستذكر أجدادنا، يعني كيف المورثات تبعاتنا كل واحد فينا يقول إمتى بدي مثلا بتمنى أن أطلع على ليلة رصد شوف كوكب زحل أو المشتري أو القمر. حتى أنتوا يعني بداخلكم تقولوا آخ لو عندنا شوية وقت هيك نطلع نرصد، لأنه متعة مزروعة بجيناتنا. إضافة لهالشيء يمكن أهم مهمتين كانوا ب 2023 هي مهمة أسيروس إكس ريكس يلي هي العودة بعينات من كويكب بينو. يعني راحوا على كويكب ب 2016، وصلوا ب 2020 جابوا عينات، رجعوا ب 2023. شو أهمية هذا هي المهمة؟ الأهمية أنه نعرف من وين مصدر المي. دائما عندنا مشكلة، مين إجا أول، المطر والغيوم ولا مياه البحار والمحيطات يلي عم تتبخر؟ كان الجواب أن الماء أتى من النيازك والمذنبات، وبالتالي قدرنا نخطي خطوة باتجاه تفسير الماء من أين أتى الماء بعام 2023. بعام 2023 تم اختيار الفريق الذي سيذهب إلى القمر بعام 2024. عودة الإنسان إلى القمر بعام 2024 رح نشهد وصول الإنسان لأبعد نقطة في الفضاء ما وصل قبل بمهمة أرتميس 2، وبعد منا حيهبط الإنسان بقيادة امرأة وست رواد فضاء على القمر ليعيد
مسلسل الهبوط على القمر. طبعا حتكون في عنا اكثر من مهمه للقمر، في عنا المهمه ناسا، في عنا مهمه روسيه، وفي عنا مهمه صينيه بقياده امراه. ايه بقياده امراه، وهي ميزه كثير مهمه انه على فكره في اسباب علميه الان هذا الفريق يتدرب، وتم اختيار امراه لاسباب عديده. وخلينا نحكيها بصراحه، واحده من الاسباب اللي كثير انا بدقي عليها انه المراه قادره انه تركز على عده اشياء بنفس اللحظه، الرجل يمكن قادر يركز ويسلط الضوء على شغله معينه، اذا حدا حكى معه بيضوش بيضيع. فهي احد الميزات اللي بحاجه مهمه القمر انه تقودها حدا قادر يركز بعده اشياء. طبعا حيكون معهم طبيب، حيكون معهم مهندس كامل، طاقه كامل، لكن القياده حتكون لامراه رائده فضاء. الان تقوم الوكالات الفضاء بتدريبهم وتاهيلهم، لان الطلع على القمر ما له سهله، جاذبية قليلة، بدهم يتعودوا على معيشة محددة، بدهم ينقص وزنهم، هي أحلى شيء، طلعونا معهم طلعونا بدهم يتعلموا على كيف يتحركوا بالبدلة رائد الفضاء الثقيلة ذات الوزن الكثير. فإذا 2023 حمل اختيار الطاقم بعد عدد كبير من المتطوعين والتجارب. آخر شيء بدي أقول لكم إياه ب 2023 قبل ما نبلش 2024 في مهمة اسمها جوسي العصير. هي مهمة روسية أوروبية، وتحديدا الآن أصبحت أوروبية، لاستكشاف توابع كوكب المشتري لحتى يبحثوا عن سر الحياة. هل يا ترى تحت قشرة توابع كوكب المشتري هناك حياة؟ مع صف المريخ مهم، بعام 2023 نزل أهمية المريخ من الرف. كان دائما نقول شو مريخ في حياة، شو جاي أنت من المريخ، المريخ المريخ المريخ. اليوم تأكدوا العلماء أنه المريخ خلص أهميته انتهت، الآن الأهمية بتوابع كوكب المشتري وزحل، وتحديداً تحت القشرة الجليدية حيث تقبع محيطاتنا الماء المالحة. محيطات، هذه المحيطات قد تكون فيها سر الحياة. إذن اقتربنا من سر الحياة. ولا ننسى أنه بعام 2023 تم اكتشاف 5500 كوكب أصبحوا عدد الكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية، وعدد كبير منهم بيشبه الأرض، فقد تكون هناك الأرض اثنين. تمام دكتور، قبل ما نفوت ونحكي بالظواهر الفلكية اللي رح تحدث بعام 2024، خلينا نحكي عن أبرز أنشطتكم كجمعية فلكية ومشاركاتكم لعام 2023. ب 2023 كان عندنا مشاركة بإيطاليا ضمن المكتب الاتحاد الدولي للفلك، مكتب التعليم الفلك تابع الاتحاد الدولي للفلك، كانت كتير كتير مؤثرة. شاركنا بالمغرب كمان، كان عندنا كمان مشاركة ضخمة جدا بالمغرب، وكانت مشاركة نوعية. يعني نحن أثبتنا للعالم أنه رغم الظروف ورغم الحصار القاسي على سوريا قدرنا نكون، مو بس نكون رقم صعب. يعني الإنجازات يعني عم حققها تقاريرنا، عدد الناس المشاركين، الإنجازات، وجود ثاني أكبر مرصد بالوطن العربي، هلأ حتى الآن هو ثاني أكبر مرصد بالوطن العربي، التكنولوجيا المستخدمة، المعلومات والبيانات اللي عم تصدر عنه، كل هذا الشيء من خلال مشاركاتنا عم نوصلها للآخرين، عم نقول لهم أنه رغم ظروفنا الصعبة ورغم كل الحصار عم نقدر نعمل شيء أنتم ما قدرتوا تعملوه بصراحة وبكل وضوح. موضوع إدخال مناهج للصفوف من الأول للبكالوريا كان إنجاز كتير مهم، طبعا تم من زمان، ولكن نحن سلطنا عليه الضوء عالميا حتى نقول لهم للعالم نحن الفلك مهتمين فيه بشكل كتير كبير. اليوم ليلى رشا، من ليس له مكان في الفضاء ليس له مكان في الأرض. اليوم القوي في الفضاء قوي على الأرض. تكنولوجيا الفضاء اليوم عم تتحكم بكل شيء. يعني نذكر وقت مثلا الكوارث، أول شيء يتم البحث عنه صور الفضاء. صحيح. الآن لما بدنا نزرع أول شيء بدنا إياه صور الفضاء، وين الأراضي الصالحة للزراعة، وين المياه الجوفية، الطقس والمناخ بدنا صور من الفضاء، الغيوم، حركة الغيوم، تكاثف الغيوم، الكمية الغاز ثاني أكسيد الكربون. اليوم علوم الفضاء والفلك وتكنولوجيا الفضاء، الموبايلات، اليوم الناس مشاهدين عم يشوفونا تكنولوجيا علوم فضاء وفلك. وبالتالي نحن بكتير كتير كتير مهم أنه بسوريا نركز على هذا الجانب تكنولوجيا الفضاء. يمكن هدفنا اليوم إذا بدنا نحكي انطلاقتنا الجديدة حتكون البحث عن توطيد موضوع تكنولوجيا الفضاء ببلدنا فعلا، لأنه لاحظنا قديش هذا الموضوع هام هام جدا، يرتبط فيه مستقبلنا بكل وضوح. إن شاء الله يتم تسليط الضوء على هذا المشروع. صحيح. يعني ودعنا، خلينا نقول 23 خلاص، يعني اكتفينا بالإنجازات، كانت يعني حملت شيء السيء وشيء الجميل يعني بنفس الوقت. ما فينا كمان نحن نقول انه بس مرقنا بكارثة الزلزال، أكيد صار في بعض الظواهر كانت جدا جميلة. خلينا نروح لـ 2024، هل الجمعية اليوم هيك رصدت ظواهر رح تصير؟
طمنا من خلالك يعني حتمرق بظواهر جميله خير على الناس ان شاء الله. هلا 2024 ان شاء الله دائما انا يعني عندي شعار تفائلوا بالخير تجدوه، فدائما متفائل. 2024 يمكن اهم في عندنا كسوفين وخسوفين لكن لن يكونوا مشاهدين في سوريا. خلصنا من الكسوفات والخسوفات مالنا محظوظين فيهم، لكن محظوظين بقصص ثانيه. عندنا سنه 2024 اربع اقمار عملاقه، يعني اربع اقمار حجمها كبير كثير وواضحه جدا منيره جدا، هي واحدة من الظواهر الحلوة كتير كتير. ب 2024 عندنا أكثر عدد ممكن من الهطل الشهابي الواضح، كمان هيك حتكون ميزة جدا 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 وممتعة جدا جدا جدا. عندنا على أبواب هلال شهر رمضان المبارك اللي حيكون هذا العام استثنائيا، يعني حيكون قريب من الاعتدال الربيعي ما بين 10 ل 11 آذار، فإذا حيكون رمضان السنة والتماس هلال رمضان ورؤية هلال رمضان متعة ما بعد متعة. يعني رمضان السنة حيجي بآذار، آذار هو فصل من كل ساعتنا بالشتاء ما وصلنا للاعتدال الربيعي، يعني هذا رمضان أول رمضان رح يكون معنا يا بالشتاء. صحيح. فهي ميزة حلوة كتير، هذا بيرافقه التماس شهر رمضان بيكون كمان استثنائي بسبب قدوم شهر رمضان الكريم بقلب الشتاء. عندنا أيضا التماس هلال العيد كمان بيكون بنيسان مع بداية فصل، يعني نحن رمضان السنة بين فصلين ما بين الشتاء والربيع، يعني رح نبلش في الشتاء وننهي ربيع. فحيكون مميز جدا الهلال تحديدا، رح يكون يمكن من أمتع النشاطات اللي رح نقوم فيها صراحة ب 2024، رح تلقى إقبال جماهيري كبير. إضافة لهالشيء الأقمار العملاقة كمان بتنوعها بنيسان بتشرين الأول بأيلول وبكانون الأول، تنوعها كمان عم يعطينا أريحية كبيرة عم نشوفها بعد الصور. تماماً. طيب شو تأثيرها اليوم على الأرض على الطاقة على الإنسان؟ هل عن جد عم بيكون لها تأثير مباشر؟ أبداً، هي عبارة عن ظواهر فلكية ممتعة جداً جداً ولا أجمل منها، متعتها برصدها، متعتها بتعريف الناس عليها، متعتها بمتابعتها، متعتها أنه نشوف قديش في عنا ظواهر حلوة محيطة فينا ونتعلم منها. ما لها علاقة بالأرض، ما لها علاقة بالزلازل، ما لها علاقة بالاحتباس الحراري. الاحتباس الزلازل هي ظاهرة طبيعية تحدث وستحدث وستستمر بالحدوث. أما الاحتباس الحراري فهو المشكلة اللي عم تعاني منها البشرية، ما بتنحل إلا بإيد البشر، بدهم يحلوها البشر بتنحل، ما بدهم يحلوها نحن أمام كارثة كبيرة جداً. إن شاء الله نحن يعني على وعد بالمؤتمر اللي كان بالأوان الأخيرة. صحيح. يعني إن شاء الله يعني نقول البنود اللي انحطت نشوفها على الأرض، يعني مو تبقى بس مجرد خطط وحلول يعني. والله برأيي يا رشا لا، خلينا نبلش من حالنا، ما ننتظر وعودهم، لأنه هذا المؤتمر 28 ومن 28 مؤتمر لهلا كل وعود. خلينا نبلش من حالنا، نبلش ببلدنا. نحن حلنا بسيط جدا بسوريا، نحن أقل الدول تأثرا بالاحتباس الحراري. يمكن حنلمس اليوم السنة هي صعوبة، صعوبة وين؟ بالشتاء. كيف الصعوبة رح تكون؟ من خلال البرد الجاف الصحراوي، من خلال قلة، كنا عم نحكي تحت الهواء قلة الأمطار، من خلال توزع الأمطار، طريقة توزع الأمطار، أمطار غزيرة جدا وسيلية بمحافظات على حساب محافظات أخرى. فإذا هذا التوزع المطري، هاي البرد الصحراوي اللي حيكون العنوان الرئيسي لفصل الشتاء اللي حيبلش يوم الجمعة، يعني هلا نحن ما دخلنا الشتاء، بيدخل الشتاء يوم الجمعة. العنوان الرئيسي رح يكون البرد الصحراوي اللي هو ناتج عن الاحتباس الحراري واللي حيخلي الصيف يجي مبكرا. طيب هاي النقطة المهمة جدا، نحن ببلدنا شلون بنقدر نحلها؟ بكل بساطة التركيز على جانب الغطاء النباتي. نحن حلنا وطريقة الإنقاذ إلنا وحل كل هالمشاكل عنا بسوريا زيادة الغطاء النباتي. نحن برجع بركز، الله وهبنا منطقة مهمة جدا بالعالم، هاي المنطقة الأقل تأثرا بالاحتباس الحراري، لأنه خطوط الطول والعرض عنا إياها ما بتمر من عنا لا الكميات غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بتتمركز بالقطبين ولا على خط الاستواء اللي بتجمع فيها الغيوم بأمطار سيلية. إذا خلونا نستثمر موقعنا الجغرافي بمحاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، أحسن ما لا سمح الله تزداد هالظاهرة مع الأيام لا سمح الله، لأنه نحن متخوفين من عام 2025 اللي هي ذروة ظاهرة النينو. نسيت تخلص إنكم بالربيع؟ تمام إن شاء الله. يعني خلينا ننوه ولو بكلمة عن هاي الظاهرة، نحن اليوم عم نحكي عن درجات حرارة وعم نحكي عن طقس رح يستمر معنا للربيع. صحيح. النينو هي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة مياه البحار والمحيطات عند خط الاستواء. هاي الظاهرة كل 11 سنة بتتكرر، لكن هالسنة ترافقت مع زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون. هدول الاثنين عطوا نتائج عكسية رهيبة سيئة جدا، صار في فيضانات بالعالم، حرائق غابات كبيرة جدا بالعالم.
ونحن بسوريا تغيرت نسبة الأمطار، تغيرت توزع الرياح، تغيرت الحالة، تغير الصيف والشتاء، دخلوا بحر واختفى الربيع والخريف. صحيح. وهذا رشا ليلى حنلاحظه السنة كمان، خريف وربيع ما رح نشعر فيهم. انتهى. هذا هو الاحتباس الحراري بخطوط العريضة. إذا بكل بساطة الاحتباس الحراري يمكن حيكون محور حديث العلماء حتى عام 2025 تنتهي ظاهرة النينو. نرجع بقى لمشكلة الاحتباس الحراري لحال، على الأقل شوي بيرجع بيستقر الوضع. ولكن لا ننسى أنه ب 2024 و 2025 نسيت لكم أنه عندنا كمان نشاط مهم جدا، هو النشاط الشمسي، زيادة عدد البقع الشمسية. هذا قد يكون له تأثير إيجابي أنه زادت عندنا المناطق الباردة على سطح الشمس. هل يا ترى رح يكون له دور؟ هل حيأثر على المناخ على الأرض؟ هذا الشيء عم يترقبوه العلماء ب 2024 ليشوفوا مدى تأثر البقع أو تأثير البقع الشمسية بالحالة المناخية. قد يكون الشمس عرفت أنه الإنسان مطالع بإيده شيء، تتدخل لتخفف قليلا من أعباء الاحتباس الحراري. طب دكتور، كثير ناس بتتساءل وبتخاف من هالموضوع وبتحب تعرف كمان كيف بتصير هاي الأحداث بهاي الدقة وكيف بيتم رصدها من خلالها. كثير حلو. بكل بساطة القصة بلشت مع نيوتن. نيوتن لما حط قانون الجاذبية العام وفصل السماء عن الأرض، هذه المعادلة الذهبية أتاحت لنا أنه نحسب مدارات الكواكب والشمس والقمر وحركة الغيوم وكل ذلك. إجا ألبرت أينشتاين طور معادلة نيوتن إلى النسبية العامة يلي وضحت بقى كل شيء في الكون، وبالتالي هي الظواهر الفلكية نحن بنقدر نعرفها. شنو قلت لكم 10 أو 11 آذار رمضان؟ بكل بساطة خلال الحسابات الفلكية، المعلومات الدقيقة يلي دائما بتتوفر إلينا، الكمبيوترات يلي صارت تساعدنا، البرامج الحاسوبية، التوابع الصناعية اللي عم تصورنا. هلا نحن المناخ بنقدر نعرفه من خلال صور الأقمار الصناعية، التوابع الصناعية، بنشوف حركة الغيوم كيف عم تمشي، فمنتنبأ يا ترى مطر، هواء، رياح، هالقصص كلها. حركة الكواكب، القمر دورانه حول الأرض، الأرض دورانه حول الشمس، البقعة الشمسية تحديدا، البقعة الشمسية كلها معادلات رياضية يتم تلقينا للحواسب وبينتج عنا سيميوليشن، بينتج عنا محاكاة لما سيحدث بالدقة الكبيرة جدا. يعني اليوم علوم الفضاء والفلك تعطيني قدرة للتنبؤ لعشرات السنوات للأمام. طبعاً التنبؤ العلمي بدنا نميزه عن التنبؤ الآخر، التنبؤ العلمي الدقيق الواضح الجيد. على فكرة حتى الموضوع الأمطار لا يمكن التنبؤ فيها 100%، دائماً فيها مش يعني دائماً بيقول احتمالية هطول أمطار الأمطار، وفي بعض الظواهر لا يمكن التنبؤ فيها 100%، أما الكسوف والخسوف وولادة الهلال يمكن التنبؤ فيها 100%، وبالتالي نحن بنعرف امتى في كسوف وخسوف لمئات السنين لقدام. ان شاء الله تكون جميع التنبؤات هيك خير على بلدنا سوريا. يعطيكم الف عافيه دكتور، وشكرا لكل الجهود اللي عم تبذلوها بالجمعيه، نتمنى التسهيلات اللازمه لشغلكم. نورت صباحنا لليوم. يسعد صباحك رشا، يسعد صباحك ليلى، وكل عام وانتم بخير مره ثانيه. الف خير وشكرا على المعلومات اللي قدمتها، ويا رب تكون سنه 2024 خير على كل سوريا. شكرا لك.